أزدل الستار عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بتوزيع جوائز الأفضل عن العام الماضي بفوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب، ومارتينز بأفضل حارس، وليونيل سكالوني بأفضل مدرب، لكن الخيارات تلك قد تكون سببا في بعض الجدل بين الجماهير. ميسي حقق جائزة أفضل لاعب عن العام الماضي وهو لم يكن الأفضل حتى في فريقه باريس سان جيرمان، في ظل المستويات الرائعة التي قدمها كيليان مبابي طوال الموسم. كريم بنزيما كان أحق بالجائزة في ظل الأداء الفردي الرائع في الدوري الأسباني وفي دوري أبطال أوروبا وتحقيقه للبطولتين. جائزة أفضل مدرب حققها ليونيل سكالوني بعد قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم. أنشيلوتي كان يستحقها أكثر منه، فهو شخص عمل على مدار الموسم وتفوق في الدوري الأسباني على فرق عديدة على مدار عام كامل، ثم أتم عودة تاريخية مذهلة أمام فرق كبيرة في دوري أبطال أوروبا وتوج باللقب. أما بالنسبة إلى مارتينز فلا شك أنه يستحق الحصول على جائزة أفضل حارس في كأس العالم بعد أن تألق في لحظات هامة للغاية كانت سببا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم. كورتوا كان من الأفضل أن يحصل على جائزة الحارس الأفضل في العالم عن العام الماضي نظرا لما قدمه من مستويات طوال عام كامل قاد فيه ريال مدريد لتحقيق لقبي دوري أسباني ودوري أبطال أوروبا.